العديد من السكنات والأراضي الفلاحية ببلدية سد الصافي بعين تيموشنت هي تلك التي يعاني أصحابها من مشكلة التسوية العقارية ما يقارب 3 عقود. تعروش بلد الصافي معروفة العروش بن صافي. في السخانية عندنا ملكية ريفية نتاع العائلة تاعنا للأهل نخبطوا فيهم. ما تقد تخدم، ما تقد تبيع، ما تقد والو، بين صافي حنا المهم فاتت في لاجيستيس وخرجنا لها الرونوفي تاعها. هي في بلاد الصوافي كيما راها 1200 قطار، عندها قطار و55 لار قاضبه كاع سيت صافي. من جهتها دائرة بني صاف ومديرية مسح الأراضي تقربت من الساكنة في لقاء جواري لتوعيتهم وتوجيههم لإيجاد الحلول. بعض المواطنين عندهم الاشكال ما اتصلوش في الفتره هذيك في الفتره هنا بمديريه المسح او البلديه للتسويه. اذا تبقى العمليه هنا المبادره اننا كاين بنايات اللي تكون غير فوضويه وموصوله بالشبكات ان هناك تعليمات السيد الولي انه يتم توصيلها بواسطه الكهرباء والغاز. بنايه كاين بعض البنايات اللي راه تمشي عمليه المسح في المحيط العمراني يتصلوا بمديريه المسح والبلديه لتقديم الوثائق الثبوتيه. تبقى بعض الحالات اللي فوق القانون يلزم لي هذا المواطنين اللي الوضعيه نتاعهم غير مسوات انهم يتصلوا بالمحكمه الاداريه. فوق باللي القطع الارضيه تاعهم راها مسجله فأسم المورد تاعهم جاوا بعد انتهاء لمدة سنتين، وهذا مجمل تاعهم راها موجودة في بالنسبة للأراضي الفلاحية. بالنسبة للمسح الحضري اللي وين الأجال راها عادة مستمرة، راني عطيتهم الأجال تاع الانتهاء أجال الطعون. لقاء قرب المسؤولين بسكان سيد الصافي كبادرة أولى ينتظر أن تقطف ثمارها والاستفادة من المشاريع المبرمجة.